السلام عليكم. الحمد لله والشكر لله. هادشي اللي تنظنوا في الفتيان تاع فريق الكوكب المراكشي اللي داو واحد المقابله جيده بجميع المعايير ديالها. وفي هذا الصدد هادو تنشكر جميع اللعابه وجميع الناس اللي ساهرين على هذا الفريق، وتنتمنى لهاد الناس يزيدوا يعاودوا يشجعوا هذا الفريق. الحمد لله راه عندنا فريق في مراكش اللي يقول كلمه ان شاء الله من دابا لغدا ان شاء الله. كما تعرفكوش في هذه المباراه كنا نسناو فريق الصبر. الدراري كاع في ماتش فاس كانوا موجودين هذه المباراه، فهمتي؟ حيت فالمتى الثاني كاع خرجنا، كنا حنا ضاغطين على فاس ولكن خرجنا من ماتش فاس حيت هذه المباراه كنتسناوها. الحمد لله راه جا الفوز الحمد لله. كتشوف الاحتفال ديالك ملي سجلتي جوج؟ هذا ماشي حاجه اللي شي حاجه للفريق، انت خدم انا غير الفريق وما انا ما كاينش مشكل. المهم هو الفريق ديالنا يربح، هذا هو المهم. كما شفتوا الماتش ما كانش ساهل، درنا بزاف الفرص ما قدرناش نسجلو كلهم، ولكن الحمد لله ماركينا ما كناش بيوتا. الميطا الثاني خدنا نصيحه تاع السي كمال ورجعنا وطبقنا التعاليم ديالو الحمد لله. والحمد لله جاب الله التيسير وربحنا في هذه المباراه اللي كانت مهمه، ونقدروا نستمروا ان شاء الله في البطوله ديالنا.